وهذه الاستراتيجية اللي نحاول لكم بعد شوية تعتبر أفضل طريقة تخليك تستمر على أي عادة حسنة أنت بتعملها. فخلونا نشوف اليوم بدأ كيف لحد ما وصلنا لهذه الاستراتيجية. بدأ يومنا بطريقة غير مضبوطة وبدون الشاي ودرهم، لأنه أنا تأخرت لدرجة أني نسيت الكرافتة والحزام. المهم الدوام بدأ، وبعد ما أنجزنا بعض المهام طوال انتقلنا أنا وحبيبنا محمد علي وحبيبنا عبد القوي إلى مركز MBM Lab لفحص الكورونا. والليلة ما لقينا دكتورة صفاء فدفعنا 60 درهم. يا حليلك يا دكتورة صفاء، لو كنت موجودة كان فحصنا مجاني. وبعد الدوام لبسنا ملابس الجيم، وبرضو كنت متردد في أنه أمشي الجيم أو لا، ولكن استخدمت استراتيجية حتغير حياتنا لقدام، وهي 2 days in a row، بمعنى أي شيء عايز تتعود عليه ما تخليه يومين ورا بعض. فأنا ممكن أغيب يوم واحد من الجيم، ولكن مستحيل أغيب يومين. وبما أنه أنا بالأمس كنت غايب فمستحيل الليلة أغيب، فقدرت أقنع نفسي وأمشي أتمرن بكل سهولة وسلاسة وأريحية وبدون ما أعصر على نفسي.